السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي اليوم في القناة. إن شاء الله اليوم كما كيبان لكم غادي نشارك معكم إن شاء الله واحد صورة من القرآن الكريم، صورة قصيرة إن شاء الله للحمل. فهذه الصورة هذه يعني معجزة للحمل، بزاف بزاف ديال السيدات يعني استعملوا يعني قرأوا هذه الصورة هذه القصيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني من شهرهم يعني حملوا. فواحد السيدة قالت لك أنا فقط قريتها لمدة أسبوع والحمد لله لمدة 7 سنوات وهي في انتظار الحمل. واحد السيدة أخرى 11 عام وهي بطبيعة الحال كتنتظر الحمل بفضل هذه الصورة القصيرة والصورة من القرآن الكريم. فإن شاء الله هذه الصورة هذه فراه صورة معروفة إن شاء الله للحمل. المهم هو النية، من نبغيو نديرو أي وصفة أو أي نقراو أي حاجة ضروري النية البنات، النية. فالنية هي اللي كت يعني إلا كنا يعني درنا واحد الوصف ودرناها بالنية ديالنا فغتنجح معانا، إلا كنا لا ما غتصدقش ما غديرش فبطبيعة الحال تقدر ما تصدقش معانا. فنديرو النية ديالنا، الاستغفار بطبيعة الحال ضروري من الاستغفار، الصلاة على النبي. فان شاء الله كل شيء هادو راه مزيانين ان شاء الله. الصدقه كذلك، وحنا في هذه الايام المباركه شهر شعبان ورمضان، ما يعني ضروري من شويه ديال الصدقه ان شاء الله، يعني ماشي كثيره ولكن الحمد لله كل واحد على قده. فان شاء الله هذه الصوره هذه كما كيبان لكم فهي الصوره رائعه. هي شنو دارت؟ هي كتهز يعني الكاس وكتقرا عليه بطبيعه الحال هذه الصوره، كتقراها 7 مرات في الصباح، 7 مرات مع العصر، و7 مرات في الليل لمدة أسبوع. الحمد لله قالت لك هذاك الشهر طلعت حاملة، مبروك عليها، الله يثبت الحمل ديالها إن شاء الله. فإن شاء الله هذه الصورة كما كيبان لكم هي صورة الفاتحة، يعني فاتحة الكتاب. فيعني القوة والعظمة ديال هذه الصورة هذه فما كاينش ما أحسن منها. فهاد السيدة هذه الحمد لله بعد الله سبحانه وتعالى، وبعد هاد الصورة هذه من بعد 11 عام، وحدة كما قلت لكم من بعد 7 سنوات حملت بها. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ندير النية ديالنا والكمال على الله. وانا درت هاد الوصفة هذه للمتتبعات ديالي عندهم المشكل ديال تأخر ديال الحمل ان شاء الله. بطبيعة الحال كناخدو كأس ديال الماء كل مرة، يعني مثلا في الصباح كناخدو كأس ديال الماء كنقراو عليه صورة الفاتحة 7 مرات، كنقراو ونفتو يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى نهاية الصورة بطبيعة الحال، يعني صورة الفاتحة، وكنفتو في ذاك الماء نقربوه للفم ديالنا وكنفتو عاوتاني مع العصر أو مع الظهر. كنقرا كنهزو كأس ديال الماء كنقراو عليه 7 مرات صورة الفاتحة، كذلك مع الليل يعني من بغاو نعسو في الوقت ديال العشاء من كنساليك وتبقى هي اخر حاجه كنقراو عاوتاني كنهزو الكاس كنقراو عليه الفاتحه 7 مرات وان شاء الله كنشربوها. فما غاديش نقول لكم تبعوها لمده اسبوع ولا لمده شهر، انا السيده تبعتها لمده اسبوع، نتوما يعني ديروها لمده اسبوع او اكثر من اسبوع. فهذا قران يعني كلام الله سبحانه وتعالى ما عنده حتى شي مضره، يعني الا ما نفعكمش اكيد ما غاديش يضركم. فيعني قاعدك بحال هو بحال رقيه، رقيه يعني كينقي لك الجسم ديالك من اي حاجه، ماشي ضروري الحمل، اي حاجه بغيتيها. الا كنتي باغي الحمل بطبيعه الحال منين كتقراي فالنية ديالك انه الحمل، اللي بغات شي حاجة كدير النية ديالها ان شاء الله، والكمال على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. ودايما كما كنقول لكم الضروري كذلك الاستغفار، ونصليو على النبي. فاحنا في هذه الايام هذا نضاعفوا الصلاة على النبي والاستغفار، قيام الليل، الصدقة. فان شاء الله ما كنعرفوش شكون هي الحاجة اللي بطبيعة الحال كتقبل عند الله، وبطبيعة الحال كتكون السبب باش ان الواحد يعني ينال المراد ديالو ان شاء الله. فبطبيعة الحال هاد السيدات هادو بطبيعة الحال الله يثبت ليهم الحمل ديالهم. فان شاء الله
حبيت أنني نشارك مع المتتبعات اللي عندي في القناة اللي عندهم المشكل ديال تأخر الحمل، أو أي أحد عنده المشكل ديال تأخر الحمل استعمل هذه الصورة القوية من القرآن الكريم، صورة قصيرة وصورة رائعة إن شاء الله لأي سيدة محرومة من الذرية إن شاء الله. فهي صورة من أكثر الأكثر الصور، أكثر الصور المعجزة والرائعة إن شاء الله للحمل. فإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش إن شاء الله أي حاجة حطيتها عندي في القناة توصلكم. ما تنسونيش دائما في الاشتراك بطبيعة الحال. وهذا هو فيديو اليوم اللي حبيت أنني نشاركه معكم، فيديو رائع وفيديو إن شاء الله كنتمنى أنه بطبيعة الحال ينجح مع بزاف ديال السيدات كما نجح مع هاد السيدات هذه، ينجح كذلك مع السيدات اللي إن شاء الله باقي بطبيعة الحال ما عرفوش هاد الطريقة هذه أو هاد الصورة الرائعة والصورة المعجزة إن شاء الله للحمل. بسلام عليكم، في أمان الله، وما تنساوش لايك البنات باش الفيديو يطلع. بسلام عليكم.